حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، مواطن في عدن يبني منزله فوق محطة كهرباء حكومية. ميليشيا الحوثي تقتحم منزلين وتعتدي على نساء في ذمار. ومن الأخبار المنوعة، هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك. مرحبا بكم. تستمر انتهاكات ميليشيا الحوثي في الأماكن التي تبسط يدها عليها. هذه المرة كان معلمو محافظة إب هم الضحايا، حيث يقول موقع المصدر أونلاين إن جماعة الحوثي أقدمت على استبعاد مئات المعلمين من الوظيفة العامة بمحافظة إب. مصدر مطلع قال أيضا إن مكتب التربية والتعليم في محافظة إب والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين أقدم على فصل 788 معلما ومعلمة من مختلف المديريات. وبحسب المصدر فإن السلطة المحلية في المحافظة استبعدتهم من كشوفات نصف الراتب لشهر ديسمبر 2017 والمقرر صرفه الأيام القادمة. كما تسببت الميليشيا بتشريد مئات المعلمين ونزوحهم لمحافظات أخرى بسبب الاختطافات والانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها. اقتحمت ميليشيات الحوثي منزلين في أحد الأحياء السكنية بمحافظة ذمار واعتدت على نساء. وفقا لموقع الصحوة نت والذي عنوان ميليشيا الحوثي تقتحم منزلين وتعتدي على نساء وتعتقل مواطنا بذمار، وأفادت المصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اعتدت على مجموعة من النساء وقامت بنهب سيارة خاصة بعد اقتحامها المنزل في حي قهار شمال المدينة، كما اقتحمت منزل الدكتور علي الشهاري في حي السكنية شرق المدينة، وقامت بإطلاق وابل من الرصاص الحي على المنزل واختطفت نجله صادق واقتادته إلى جهة مجهولة. يفيد الموقع تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق المواطنين المناهضين لها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بشكل يومي. قبل أزيد من عام زار أحد قادة ميليشيا الحوثي مكتب الدكتور عبد العزيز المقالح بصنعاء، وقد أغضب ذلك عدد من الكتاب العرب الذين يعرفون المقالح ويستغربون من اقتحام موقفه من قبل الميليشيا والتي كررت الموقف قبل أيام. وعن الزيارة السابقة كتب أمجد ناصر مقالا في العرب الجديد قبل وفاته نعيد مقتطفات مما كتبه الأديب الأردني الذي وافته المنية قبل أسابيع. يختفي الشاعر عندما يصعد كاتب الشعار. للشعار صوت صادح، للشعر صوت خفيض. وعندما يتعلق الأمر بعبد العزيز المقالح فهو صاحب صوت خفيض جدا في المجلس والقصيدة. وغريب أنني لم أعثر على اسم المقالح في صخب هذه السنين اليمنية العاصفة. صارت الأسماء اليمنية أقل ألفة، صارت معمدة بالدم، وأي حضور سيكون لاسم شاعر. لكن أبت الأيام اليمنية السيئة إلا أن ترينا اسم المقالح وصورته مقرونين بحاضر الأيام اليمنية السيئة. فقد نشرت الصحف صورة له والحوثي متفقدا، مكتبته صورة أسيرة. هكذا شعرت. ما خص زائر المقالح بمكتبة المقالح؟ أي علاقة له بمشروعه؟ ماذا تفعل بندقية الميليشيا في مكتبة الشاعر؟ هذه الكتب التي ينظر إليها الحوثي ضد مشروعه الميليشاوي، مثلما هي ضد مشروع قاذفات القنابل التي تجوب سماء اليمن. ليس المقالح هنا وليس هناك، إنه في منجزه وجامعته وأصدقائه الشعراء والنقاد العرب الذين جاء بهم إلى الجامعة اليمنية، في مكان آخر ليس في منزلة وسطى بين الميليشيا وقاذفة القنابل، بل في الضد منهما. هكذا أفكر في عبد العزيز المقالح، وهكذا أفهم مشروعه. بجسمه النحيل وبقايا إنسان ينتظر الحاج سعيد أحمد فارع 60 عاما دوره لجلسة غسيل كلى واحدة في الشهر بدلا من مرتين كل أسبوع في مستشفى حكومي بمدينة تعز. وبحسب موقع يمن مونيتور يزيد حصار المدينة معاناته ذهابا وإيابا من موطنه في مدينة المخا الساحلية غربي المدينة. توضح قصة فارع الوضع الذي يعانيه أبناء المدينة المحاصرة منذ 2016، حيث تضيق سبل الحياة شيئا فشيئا وتسير نحو التدهور المريع الذي أصاب القطاع الصحي في المدينة الذي أصبح مسلولا،
يقول فارع اليمن مونيتور عند لقائه في مستشفى الثورة إنه تحمل عناء السفر للوصول إلى مستشفى الثورة لإجراء غسيل للكلى، وعانى كثيرا من تمزق في الشرايين نتيجة الغسيل المستمر كل مرة في الشهر. يشكو فارع اليمن مونيتور وضعه المعيشي صعب للغاية، فبدلا من مرتين في الأسبوع يضطر فارع إلى جلسة واحدة في الشهر بسبب التكاليف التي لا يمكنه تحملها، فتكاليف المواصلات باهظة الثمن بسبب بعده عن مدينة تعز بست ساعات. مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتعز يستقبل في الأوضاع العادية الاعتيادية 280 حالة يوميا، لكنه الآن يستقبل أعدادا إضافية فوق طاقته الاستيعابية منذ اندلاع الحرب ونزوح عشرات المصابين بالفشل الكلوي من مناطق أخرى ريفية وساحلية. حين ذهب موظفو الكهرباء للبحث عن غرفة تحتوي مولدات محطة التوليد في حي عبد العزيز بعدن لم يجدوا الغرفة، وبعد بحث عنها تم العثور عليها حيث أصبحت جزءا من منزل، فقد أقام أحدهم منزله وأصبحت الغرفة التابعة لمؤسسة الكهرباء والتي توجد المولدات داخلها أساسا للمنزل، وعنوان موقع عدن الغد: هل هذه عدن التي نعرفها؟ البناء فوق محطة كهرباء تحويلية. أظهرت صور بثها نشطاء محليون بعدن أعمال بناء فوق محطة كهرباء تحويلية بحي عبد العزيز، وأظهرت الصورة أعمال بناء عشوائية فوق المحطة في واقعة هي الأغرب في تاريخ عدن كلها، ولكن هذا ليس كل شيء. وفقا لذات الموقع، فقد بدأ الناهبون الذين يستندون إلى وجود قوات من أبناء مناطقهم بالبناء على جبل شمسان، وبدأت أعمال البسط على عقبة عدن وجبل شمسان بمديرية المعلى صباح السبت. وأقال الموقع إن هذه واقعة لم تحدث في تاريخ مدينة عدن كله، ولم يسبق أن قام المواطنون بعمليات بسط على جبل شمسان. كتاب الدكتاتورية الموحد تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله في صحيفة العرب الجزيل. تظهر تصرفات السلطات التي تواجه تحركات احتجاجية أن هناك كتابا موحدا يجري النقل عنه لمواجهة الغضب الشعبي، فإضافة إلى القمع بوسائله المختلفة يبدو أن هناك شبه إجماع على أن تجاهل الوضع الراهن هو خير وسيلة لإخضاعه، على اعتبار أن الملل لابد أن يتسلل إلى نفوس المحتجين وإن يئسوا من أي محاولة للتغيير. وإذا كان الوضع في الجزائر لبى على الأقل جزءا من مطالب المحتجين، إلا أن الحالة في العراق ولبنان لم يصل إلى الحد الأدنى من تحقيق المطالب أو محاولة استرضاء الشارع، وإن بإجراءات يمكن القول عنها أنها شكلية. الأمر مشابه إلى حد كبير ما يجري في لبنان حاليا، فكل مطالب المحتجين الخاصة بإسقاط الطبقة الحاكمة وعلى الأقل البدء بتشكيل طبقة جديدة عبر قانون انتخابي خارج القيد الطائفي لم تجد أي أصداء لدى الطبقة السياسية الحالية، والتي لا تزال تتعامل بإنكار مع الحركة الشعبية في البلاد. الحالات العراقية واللبنانية والجزائرية يمكن قياسها على بعض الأمثلة المشابهة في الموجة الأولى من الربيع العربي، حين تجاهل زين العابدين بن علي وحسني مبارك المطالب الاحتجاجية وحاولا تقديم إصلاحات صورية لاحتواء الغضب الشعبي، ولكنها كانت إجراءات زادت من حدة هذا الغضب وأدت في النهاية بتضافر مع عناصر أخرى إلى إسقاط هذين النظامين. ما يحصل اليوم في لبنان والعراق متشابه إلى حد كبير، فالاستفزاز مستمر من النظامين للمحتجين، ما يدل على أن كل هذه الأنظمة تقرأ من الكتاب الدكتاتوري نفسه، لكن هناك من يعول منها على المعطيات الداخلية الأخرى التي تحمي النظام وتعصمه من السقوط، وهو الأمر القائم في العراق ولبنان. هناك قوى أساسية لا تزال متمسكة ببقاء هذين النظامين، وأيضا فوق الكتاب نفسه الذي يتمحور بالأساس على حماية مصالح الطبقة الحاكمة ومن يدور في فلكها. شنت الميليشيات الحوثية قصفها المكثف بمختلف أنواع الأسلحة على عدد من المواقع والمناطق بمحافظة الحديدة الساحلية، وأشدها على مواقع الجيش الوطني والقرى السكنية في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، حيث والتحيتة والدريهمي، وعنونت الشرق الأوسط: قصف حوثي مكثف في الدريهمي والقوات المشتركة تفكك حقل ألغام بالحديدة. وقالت مصادر عسكرية رسمية إن ميليشيات الحوثي شنت بالأسلحة
أسلحة الرشاشة وأسلحة القناصة وقذائف المدفعية الهاون والهاوزر وبيتين هجوما على مواقع الجيش وعدد من القرى السكنية ومزارع المواطنين، مؤكدا أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو تصعيد عسكري لعملياتها العسكرية ومن خروقاتها اليومية من خلال استهداف القوات المشتركة المدنيين العزل كتحد واضح للهدنة الأممية. يأتي ذلك في الوقت الذي حولت فيه الميليشيات الحوثية مناطق ومديريات محافظة الحديدة إلى حقل ألغام كبيرة تهدد حياة السكان والنازحين العائدين إلى قراهم ومناطقهم، وتسببت في حصد أرواح كثير من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء. من جولتنا بين الصحف البريطانية والتي ترجمت مقتطفات منها لصالح شبكة بي بي سي، نطالع من صحيفة الاندبندنت تقريرا للصحفي كونراد دانكان تناول فيه المظاهرات في إيران وآثارها على البلاد، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات تضيف المزيد من الضغوط على النظام الذي يعاني بالفعل تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ويوضح دانكان أن الزيادة في أسعار الوقود التي بلغت نحو 50% أدت إلى مظاهرات كبيرة وعنيفة في مختلف أنحاء البلاد أحرقت في بعضها صور المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي. ويقول دانكان إن هذه المظاهرات قد تتحول إلى خطر شديد على النظام الإيراني ككل إن استمرت لفترة طويلة، وعلى الرئيس حسن روحاني بشكل خاص، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المنتظرة في شهر فبراير المقبل، لأنها توضح أثر انخفاض معدل الدخل وارتفاع معدلات البطالة وانهيار قيمة العملة المحلية. ويشير دانكان إلى أنه بالرغم من هذه المظاهرات تبقى إيران وبعد الزيادة الأخيرة من بين الدول التي تقدم الوقود لمواطنيها بأرخص الأسعار عالميا، حيث يبلغ سعر اللتر نحو 15000 ريال بما يعادل 35 بنسا، وهو أمر يتوقعه المواطنون ببساطة لأن البلاد تضم احتياطيات ضخمة من النفط وتعد رابع أكبر دولة في العالم. ما الذي يجعل الناس ينقلون مظالمهم ومواطن شكواهم إلى الشارع؟ تجيب مجلة الإيكونوميست في تقريرها الخاص والذي أعادت نشره صحيفة الغد وترجمه علاء الدين أبو زينة. الاحتجاجات على الرغم من جميع مخاطرها القانونية والبدنية قد تكون أكثر إثارة بل وحتى أكثر متعة من كدح الحياة اليومية، وأنه عندما يفعل كل الآخرين ذلك يصبح التضامن هو الموضة السائدة، ولكل موجة من الاحتجاجات لها عنصرها الذي يشكل تقليداً. السبب الثالث الواضح للتظاهر هو أن يبدو استخدام القنوات السياسية التقليدية عديم الجدوى. في احتجاجات أواخر الثمانينيات كانت الأهداف عادة حكومات استبدادية سمحت في أفضل الأحوال بإجراء انتخابات مزيفة، وفي غياب صندوق الاقتراع كان الشارع هو السبيل الوحيد لإظهار سلطة الشعب. وكانت بعض الاحتجاجات التي وقعت هذا العام ضد عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر أو عمر البشير في السودان مماثلة، ولكن يبدو أن الديمقراطيات التي تعمل بشكل جيد قد تأثرت أيضا لعدد من الأسباب. قد يشعر الناس بأنهم عاجزون وقليلو الحيلة بشكل غير عادي في هذه الأيام، ويعتقدون بأن أصواتهم لا تهم، وثمة سبب هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بميلها إلى تضخيم تلك الأصوات التي تتفق معك وإسكات الأصوات الأخرى، وبالتالي زيادة كثافة الشعور بأن القوى التي في يدها السلطة لا تستمع أبداً. وهناك سبب ثالث هو نمو ربما يكون مشتركاً لعدم التسامح في انهيار لصفقة الكامنة في قلب الديمقراطية على النمط الغربي، حيث سيوافق الخاسرون الذين قد يمثلون في أغلبية الأصوات الشعبية على القبول بحكم الفائزين حتى الانتخابات المقبلة. مع ذلك ليس هذا استنتاجاً مفيداً أو آملاً بشكل خاص، ثمة القليل ممن يقترح أن هذه الاتجاهات على وشك الذهاب إلى الهجوع، وفي هذه الحالة قد لا تكون هذه الموجة الثالثة من الاحتجاج بشيراً بثورة عالمية، وإنما الوضع الراهن الجديد فقط ببساطة.
في سابقة من نوعها عبر العالم، يستعد الطفل البلجيكي لوران سيمون البالغ من العمر 9 أعوام قريبا ليصبح أصغر حاصل على شهادة جامعية في العالم. وعنونت صحيفة القدس العربي: طفل بلجيكي في 9 من العمر في طريقه لأن يصبح أصغر حامل لشهادة جامعية في العالم. ومن المتوقع أن يحصل على الشهادة في الهندسة الكهربائية بحلول ديسمبر المقبل من جامعة أيند هوفن للتكنولوجيا بهولندا حيث يدرس لوران. لوران كان العام الماضي 2018 محط اهتمام عدة وسائل إعلام حول العالم، وذلك بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة البكالوريا في مسقط رأسه، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 8 أعوام. فقد أنهى الفتى الثانوية في 2 فقط بفضل متابعته لحصص منفردة قبل خوض امتحانات البكالوريا التي حضر لها في غضون 1.5 سنة. يقول والده إن لوران كان يجد صعوبات في اللعب مع الأطفال الآخرين، حيث كان يتفرج على ما يفعلون ثم يقوم به بطريقة مختلفة، كما أنه لم يكن يعرف ما يفعله بالألعاب، وكان يتكلم 4 لغات وتعد مادة الرياضيات هوايته المفضلة. ليس من الضروري أن تكون مجرما لكي تدخل السجن، فإذا كنت ترغب في قضاء ليلة أو عدة ليال داخل سجن فيمكنك ذلك في ألمانيا. ويسعى القائمون على السجن إلى تطوير الخدمة بحيث تشمل التقييد بالأغلال ونصب عمود التعذيب فيه. وعنوان موقع دي دبليو: هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك. الذين يرغبون في قضاء ليلتهم داخل سجن سابق في مدينة فورستناو الكائنة شمال غرب ألمانيا يمكنهم تحقيق ذلك مقابل $50 في الليلة الواحدة، بل يمكن تخفيض هذا المبلغ في حالة مد فترة الإقامة. ولا تبدو الزنازين الصغيرة فاخرة، ولذلك لا يثني الزوار عن الحضور. ومنذ افتتاح الفندق في أيار مايو 2019 تضمنت نوعية الزوار هواة التجول في المرتفعات وأعضاء نادي البولينج وحتى زوجين فضلا قضاء ليلة الزفاف هناك. ويحصل جميع الزوار عند دخولهم الفندق على سترات السجن الشهيرة المخططة باللونين الأسود والأبيض، بل إن المجموعة تعتزم إتاحة خيار أمام الزوار لنقلهم من محطة القطار إلى الفندق، وهم مقيدون بالأغلال فوق عربة مكشوفة تجرها الخيول، كما تدرس إمكانية إقامة عمود التعذيب الذي كان موجودا في العصور الوسطى داخل الفندق. في مديح الحب، تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها في صحيفة العرب الجديد مضيفة: على عكس ما يقال إن المحب ضعيف، فالضعف أن تبتعد عن الحب، أن تضع مسافة بينك وبينه، أن تراقبه من بعيد وهو يدخل كاللص إلى قلب آخر يسرق منه أمانه، ثم تضع يدك على قلبك لتطمئن إلى سلامته وتبعد نظرك كي لا يظن الحب أنك تناديه. الضعف هو أن تكون في منجأ من كسرة القلب، أو أن تكون سبباً بكسرة قلب شخص آخر أحبك. لا أحد يموت بسبب الحب، هناك عوامل بيولوجية تجعل الكائن البشري على حافة الموت، قد تساعد شدة الحب على إظهارها. كل حب حقيقي هو الحب الوحيد، وكل وقوع في الحب والوقوع فيه لأول مرة، وقد يرتكب المحب الأخطاء نفسها التي ارتكبها في السابق، فمن قال إن الإنسان يتعلم من أخطاء الحب؟ من لا يرتكبون الأخطاء نفسها لا يحبون، أو على الأقل لا يتركون أنفسهم على سجيتها. والحب حتما ليس أعمى، فنحن عادة ما نحب أشخاصا متشابهين من دون أن نتنبه. نحب الأشخاص الذين يضغطون على ما هو خفي في لا وعينا، وعندما يوجعوننا بشدة نهاجمهم ونقول إننا كنا عميانا بسبب الحب، بينما الحق أن الحب باصرة مدهشة تكتشف كل نقاط ضعفنا ثم تضعها أمام أعيننا بوضوح. لهذا ربما يبتعد عنه من يعيشنا في ظل أقنعة متراكمة، من يخشون من إظهار حقيقتهم، من يخافون من الكشف، بينما يقدم عليه من لا يهتم بصورة الآخرين عنه. الحب هو الاستغناء عن صورتنا الجيدة لدى الآخرين واستبدالها برضانا عن أنفسنا فقط.
إذن أهم أحداث الأسبوع كما روتها صحيفة الجارديان البريطانية عبر الصور التي تم التقاطها من مناطق مختلفة حول العالم، نتابعها في جولتنا المصورة. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.